اخبار اليوم. شايف ان البرلمان اللي جاي فيه قدرات غير عاديه؟ يعني هيبقى عندهم قدره غير عاديه لو قدروا يجمعوا بدل ما يفرقوا. انا دايما بقول الفن بيجمع، احنا بندور على في السينما دايما ما يجمعنا، ايه اللي بيوجعك وبيوجعني واحنا الاثنين بنعيط وبنضحك مع بعض في السينما. لو اي حد سياسي بقى اي حاجه قدر يدور على ما يجمعنا بدل ما يفرقنا يبقى هيعمل حاجه. للاسف السياسيين طول الوقت بيفكروا بما يفرق عشان ينجح. انا رايي انه عايز المجتمع ينجح، احنا فعلا نتقدم كمجتمع قدام لازم تدور على ما يجمعنا مش ما يفرقنا. السؤال الاخير، لو توفيق عكاشه بقى رئيس برلمان، الموضوع ممكن يستفزك وتعمل عنه فيلم زي ما انا بيستفزني حاجات اهم من كده بكتير.